الشخص الإيجابي يعمل، يبذل، يجتهد، لا يتوقف، لا بد من جهد بدن، لا بد من خطوة إلى الأمام. كل شيء له سبب، سبحان الله. لا بد من عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية، في موضوع حول استخدام إطارات مصنوعة من مادة البلاستيك يتم وضعها داخل الخلية بديلا عن الإطارات الخشبية، وهذه الإطارات لا تحتوي على أساسات شمعية إنما أساسات بلاستيكية. يا ترى من له تجربة حول هذه الإطارات وما هي نتائج هذه التجربة؟ تجربة مميزة جدا للأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي شادي. شوف أخي، هذا البراويز أو إطارات البلاستيك استخدمتها تقريبا في التسعينات، وبعدها لغيتها يعني خلاص كبيتها. هذا البرواز يعني فيه له حسنات وفيه له سيئات. من حسنات هذا البرواز مثلا انه انت ماشي بحاجة انك كل سنة بدك تشتري يعني اطارات اساس وتركب عليه اطارات اساس. الامر الاخر انه يعني بالفرازة لا يمكن ينكسر مهما كانت سرعة الفرازة ومهما كانت نوعيتها، حتى لو من الفرازات الرديئة او الى اخره، أثناء عملية الفرز ما بنكسر نهائيا. قوي جدا يعني، وعلى الغالب يعني كل الشركات التي تنتج هذا النوع من الإطارات بتكون تنتجها طبعا تحت المراقبة، وبتكون يعني مصنوعة من البلاستيك الجيد. لكن أنا يعني خرجت هاي النوعيات من الإطارات وحتى وحركتها يعني وتخلصت منها لصعوبة التعامل معها كنحال وليس كنحل. يعني مثلا إذا صار الشمع أسود بدك تغير هذا الشمع، يعني كنت أنا في بدايتها مبتدئ في تربية النحل، فما كان في عندي طريقة أني أقدر أتخلص من الشمع هذا اللي على البرواز البلاستيكي وأنظفه تنظيف كويس. لذلك صعب يعني، كان في فترة ما كان عندي يعني خلينا نقول الخبرة الكافية كيف أتعامل مع هذه البراويز وكيف أنظفها. ولذلك أنا مثلا إذا بدك تحاول إنك تكشطها بسكين ولا بشيء، ولا بدك مثلا تحطها بالشمس ولا تحطها بالمي وتغليها بالمي، إلا يبقى يعني مهما حاولت إلا يظل في عليه متبقيات، خصوصا إذا أنت بتكبر الصورة بتشوف المنطقة اللي هي بتكون في العلوية من البرواز. هذه المنطقة فيها هيك زي فراغات على شكل مربعات هيك، وهذا النحل لما تكون في المنحل بحط فيها بروبليس وبحط فيها شمع وبحط فيها أشياء، يعني ما بتركها النحل فاضي. لذلك وقت التنظيف صعب جدا إنك تخرج هذه الأشياء اللي في هذه المربعات هذه الفارغة من هذه الأشياء اللي موجودة فيها. وإذا أتيح لك يعني طريقة معينة، يعني بعد فيما بعد مثلا اكتشفت أنه أنت بتقدر مثلا تحط الصودا الكاوية في المي وترفع درجة حرارة المي حتى مش شرط تغلى، يعني لو وصلت درجة 70-75 ونزلت الإطار البلاستيكي هذا فيها برجع يعني وكأنه جديد. بس أنا ما كنت أعرفها سابقا المعلومة، إلا أنه إذا قدرت تنظفه إذن لابد هنا من أنك أنت ترجع وتغسله مرة ثانية حتى لا يتبقى حتى لا يبقى شيء من هذا الصودا الكاوي على البلاستيك. بده يكون في عندك حوض يحتوي على شمع مذاب، وتنزل هذا البلاستيك أو الإطار البلاستيكي في هذا الشمع، يعني بحيث انه يحمل طبقة خفيفة يعني ما مش كثير، يعني بتنزله بالشمع وبتنفضه بحيث انه بس يظل عليه طبقة خفيفة، لانه اذا ما عملت بالطريقة هذه يعني اذا ما طليته بالشمع لا يمكن النحل يبنيه نهائيا، ما يبنيش عليه، بصير يعني حط عليه بجنبه زوائد من هون ومن هون
لكن يعني بهذه الطريقة بكون النحل في بنائه. بنطلي في الشمع زي ما بنطلي مثلا جهاز الجنتر أو جهاز النيكوت. يعني إذا كان جهاز الجنتر أو جهاز النيكوت هو أول استعمال، النحل ربما لا يقبل عليه والملكة لا تضع فيه البيض، لذلك يعني لابد من طلائه بطبق خفيف جدا من الشمع، وبالتالي يعني بصير مرغوب للنحل.